سلام يا أطفال، مرحبا بكم في فقرة أنا كوتش عادل وراني في القاعة إنرجيم في الجزائر الوسطى مع مجموعة من الأطفال، وكما راكم تشوفوا رانا كامل قاعدين في الكراسة لأن الحصة تاع اليوم مخصصة للتلاميذ اللي يقراو ويجوزوا وقت كبير وهما قاعدين في القسم، خاصة في وضعية الكتابة اللي تقدر تأثر عليهم سلبيا. نشوفوا بعض الحركات اللي راح يفيدوكم. داكوغ، هيا قعدوا هنايا، كسلوا روحكم، خرجوا صدركم الفوق، الأيدي الأمام، نطبقوا هنا، نزيروا، نطبقوا الأصابع ونعاودوا نكسلوهم، نزيروا مليح، نعاودوا نكسلوهم، برافو، ونتنفسوا مليح. تخي بيان. تمرين ثاني، هذه المرة نفتحوا مليح الأصابع، فتحوا مليح، فتحوا مليح هكا كبار كبار كبار، ومن بعد نغلقوهم بهذا الشكل، كما البطة، واحد، اثنين، واحد، اثنين، واحد، اثنين، تخي بيان. هنا كي تكتبوا بزاف يعياو هاد العضلات، لازم نخدموهم بهاد التمارينات سهلة. دوكا نهبطوا الأصابع للتحت، نعاودو نطلعو للفوق ونتنفسو مليح، ونخلو يدنا مكسلين، نرفق نكسل. خابي هادو تقدروا ديروهم في القسم في وقت الفراغ، داكوغ، ماشي في وقت الدراسة. نفسو مليح. دوكا نشد اليد ونجبدها للتحت هكذا، واو، نجبدوها للفوق، الأصابع للفوق، مليح، كسلي مصح المرفق تاعك، كسلي هكذا، نبدلو الجهة، اليد الأخرى للفوق، دوكا نخلو يدينا مكسلين هنا، نجبدو للوراء، ونروحو للأمام، أكتاف تاعنا يروحو للوراء، ويعاودو يروحو للأمام، كتف للوراء، والأمام، بلا ما نطبقو يدينا، ما نطبقوش المرفق، نروحو للوراء، نروحو للأمام، يكفي، نديرو يدينا هنا، نحطوهم هنا في هذه المنطقة ونطبعو للفوق، ونشوفو في السماء، طلعوا طلعوا يلا شوفوا في السماء، كسلوا روحكم مليح، خيبي دوكا اليد اليمنى نحطوها هنا، واليد اليسرى نشدوها في الكرسي، في الكرسي تاعنا، ونجبدو راسنا لتحت بلا عقل، وهذه اليد نخلوها تجبد في الكرسي. هالتمارين يقدروا يديروهم مام الكبار اللي يخدموا بزاف في المكتب تاعهم في البيرو مده طويله في المكتب، لازم يديروا هذه الحركات كل ساعه على الاقل. دوكا نشوفوا للتحت في نفس الوضعيه، ونشوفوا للتحت نفسه، بدلوا الجهه، يلا نشوفوا الامام، ونجبدوا بالجنب، واليد الاخرى نخليها في الكرسي ونجبد بها، الكاتف تاعي يكون للاسفل، لازم نحس هنايا إطالة في هاد العضلات. دوكا كيما رانا نشوفو للأسفل، نفسو مليح، خايب يدينا الوراء هنا، نهبطو، نحطو لي كود تاوعنا فوق لي جونو، ونعاودو نطلعو، نتكاو في الكرسي تاعنا ونشوفو في السما، نعاودو نهبطو، نخرجو النفس، نعاودو نطلعو ونجبدو النفس، نجبدو النفس، خرجو النفس، نعاودو وحدة، برافو. دوكا نروحو سوغ لو كوتي، ندورو بالجنب، نحاوسو نشوفو ورا، نشوفو مورانا، الجهة اليمنى، نبدلو الجهة اليسرى، نشد في الكرسي، ونحاول ندور، ندورو غير الجزء العلوي برك، داكوغ، الجزء السفلي نخلوه في مكانه، يلا ندورو الجهة الأخرى، نزيدو مرة، برافو، نتقدمو شوية الأمام، نشدو في الكرسي تاعنا هنا، الخلف، تاع الخلف، نحطو رجلينا بعيد، ونجبدو هكذا. كسل يدك، كسل، لا لا، المرفق تاعي مكسل هنا، وصدري للأمام، ونشوف الفوق، واو، الحركة الأخرى، نعنق روحي هنا،
احكم احكم بيها احكم بيها واهبط. خير يعني احطه منيح للامام. شاطرين نعاودوها وحده هنا. نشد هنا صدري لفوق ونشوف الفوق ونتنفس مليح. نعاودو نهبطو خرجوا النفس يكفي. نطلعوا الجنو تاعنا ركبه ونجيبوا الجنو للفوق ونكسروا ظهرنا للامام. نفسه مليح نفس الرجل. دوكا نحاولوا نشدوا بعيد ونكسروا رجلنا داكوغ. مستقيمه مستقيمه. الى ما قدرتوش معليش طبقوها شويه. واو. الحركة الأخيرة نحطوا رجلنا هنا نطبعوا الجنو تاعنا لتحت ونحاولوا نروحوا للأمام وظهرنا مستقيم. نتنفسوا مليح نبدلوا الجهة وكملنا الحركات تاع اليوم. مبقالناش بزاف. نتنفسوا مليح واو. كسلوا دوكا الأمام. اثنين نرفع مليح نحاول نخلي رجلي مستقيمة. إلى ما قدرتش نطبقها شوية. ثلاثة نحط هنا ويدي فوق جنو نهبطوه الركبة تاعنا نهبطوها ونحاولو نهبطو لتحت. ظهرنا مستقيم ونتنفسو. برافو. فوالا هادو هما الحركات اللي تقدروا ديروهم في الدار مثلا كي تكونوا ديروا الوظائف المنزليه تاعكم ولا في القسم الى قدرتوا باش ما يوجعكمش ظهركم وتقدروا تمارسوا دراسه تاعكم في احسن الاحوال. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه القادمه. اتهلاو في رواحكم ومارسوا الرياضه. ما عجبتنيش كاع. مارسوا الرياضه. هايلين. We'll be right back.